شاه شاهي شاهين كم انت بالاهي بس انه ملالي عليك بالشاهي اللي غادي اللونة على من الالوان جد جد صدق جد بسألك سؤال صدق حياتكم قبل كانت كذا بالرفاهية ذي طيب هذا عاشت سؤال تسألني حلوة حدثنا عن المصاعب جماعة حدثنا الأشياء اللي واجهتها من صعوبات الأشياء القديمة اللي بالكرشة أكبر الصعوبات واجهتها في الحياة في مقابل الاثنين ذولا أفا هذا شيء زمان مو الحين زمان زمان يعني سبعينات وذول طيب بسألك جد وصدق صدق 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 ركز معي وصدق جد أعط جد أعط أعط أو ما ياخذ أرحب أرحب قبل هذه قلة الأدب احترم نفسك يا جدو اشرب شاهي يا جدو اشرب شاهي لا والله خليك تغص فيه أرحب مساك أسعد أرحب يا أبو رباح هاي أبو رباح ويلكم يا ولد أي لايك أبو يا جدو سيو شاي ولا قهوة؟ لا لا شاي جدو جدو ليش ما تدخل تروح وتطلع وتجيب لنا حركات؟ جدو ليه ما تجيب لنا حركات؟ جدو ليش ما تجيب لي غدا؟ جدو ليش ما تجيب لطيف عند احفادك؟ جدو ليش ما تحبنا وتدلعنا؟ ليش ما تودينا؟ جدو ليه ما تطلع من الكرشه؟ جدو ليش ما تسوي رجيم؟ ما لك دخل بطني يعود وش كبره؟ مليان كله خضره اتحداكم تحدي تجلسون للعيشه ما تصفقون وما تقولون شيء تم تم اتحدى انا عادي عندي تم انا عادي انا عادي بس انه بعض الناس مو بعيد الحين على في تحداك تقولها كل لك ما يطوعني قلبي عزوز شنو يقول ما يطوعني قلبي عزوز انا صوتك على شنو كلمه يقول لي كلمه حلوه قلت لا اتقعد طالع فيني فكرت فيه يا جدو الله جدو ضارب له وادي جدو كم جدو عند البل هذا كم جدو خمسة خلني والله داري والله داري انه ضارب له داوية داوية وشو هذا سبب انجليزي ترى لا قزرك قاعد يسبك اضربه قاعد يسبك قاعد داوية يلا يلا انت رجال قرب وجهه قاعد يسبك قل قل ضارب لك داوية قل لا ترجمها تقولها مرة ثانية وثالثة ترجمها لو ما شفت ما في انجليزي ضارب له داوية شفتوا ما في والله العظيم ما ادري احترامك يا ولد يا جدو لا يلعبون عليك مو بانجليزي داوية يعني ضارب لك وادي اح اح ويفسرها ضارب لك وادي يعني مثل قولت خبيل لا 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 ضارب لي وادي الا ضربتها ما صحيت حق السلطان الهاجري شوف شوف بعد بعد ثاني مرة عيد يعني عيد عيد قاعد يعني يفسر انت ابغى تلقحها غير ما زالت معك مرة اوف والله وبالله وتالله ما فيها شيء ادري انها ضرب وادي بس ضرب وادي تدري اني ضرب وادي يعني ما معك مخ تمشي بدون مخ يقول لك انت تدري اني بتلقحها بس هو قال كذا؟ والله اي والله جد يقول كذا يعني احترمته عشان كبر سنه انت نعم. لبى جدو؟ اح لبى جدو وانت راضي للحين الحرمه لو تسمع الكلمه هاي تقول؟ تقول يعني مصيبه لبى جدو تدري انها ما تنقال ما تنقال حتى في المجالس للي خبري خبرك ويقولها لك رجال شنبك يا الربع جد وانا داري وين رجال شنبك في وجهك والعارض والطول تعال يا علي والعرض تعال يا علي الطول عرض اخر شيء لبى جدو والله رديت والله قسم بالله قطع الاصوات هذه اللي قطع الاصوات والله يا علي بتوعيكم السالفه شوف السوالف اسكت لين خلص سالفتنا بعدين تكلم قطع اصوات والله قطع اصوات بالله قلها مره ثانيه تخيل واحد يا ايمن يجي يقول لك لبى قلبك عادي ساعات كل واحد يجيك يقول لك لبى تخيل واحد يدخل يقول السلام عليكم وتبدا السلام السلام عليكم وعليكم السلام تستحون فجاه يقول السلام عليكم والله عليكم انا اعتب عليكم لا 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 ما يخلي احد يسمع شيء انا اعتب عليكم تكلم يقطع اصوات لا انا اسمع خلاص اهدا اللي في الخاطر معروف والله لو سمعت برد عليك الله بالسلام اقول لو سمعتك برد عليك الشيء الثاني صباح الخير عليكم السلام الشيء الثاني يا سعد احنا سمعنا الكلمه سمعتوا نصايح تعالوا ضيقت خاطرنا وما حبيناه اللي هي يقول جد لبى جد طيب اوه بحق صمت المايك كلمه هاي كلمه هاي نواز زعلت منها مجور والسلامه ها اهلا مرحبا طيب الاثنين اللي كانوا هنا
عليك يا رجل والله هذا اللي يحبك ويبي لك الخير يقولون احبه وابي له الخير اللي يحب الخير يصلح بين الناس مو هو يشب الفتنه بين الناس احبه وابي الخير انا الثعبان اشتغل شوف مرض عزوز انك ما تعرف طريق الكلام ذا لاني احبك وجايب لي هروه جايب لك فرو جايب لك وفانز واحد من فانزاتك معطيني جي كلاس لك اي والله العظيم انه جي كلاس جايني احد فانزات سعد الطويل اقسم بالله معطيني سياره سعد انبه فانز في ذمتك اي والله يا عم الطويل وفرته حالته انه ما يجيني لا والله انهجت خلاص خلاص روح عليه اعطنيها اعطنيها احنا نبغى والله هل سعد ومخصوصة بالاسم سعد الطويل امانه في رقبتك عبد العزيز انك تسلمها وجيته ووريت اياه وقال تم جي كلاس وانه شايل هالحين شايلها اقسم بالله سياره في ذمتك رب الكعبه انها سياره في ذمتك ما اللي وريتك اياها ما هي بسياره الا بس يعني انا وياك تخلصنا من الموضوع ذا بيض الله وجهي يا رجل جي كلاس مره واحده يا الربع جي كلاس يا الربع يا الربع من ذا اللي يجي كلاس في ذا الوقت ترك ماخذ مكان الرجل عشان يسعد بالبدان ولا اقسم بالله سعد الطويل يستاهل طياره ما يستاهل جي كلاس لا تستاهل طياره لا طياره شوي عليك ما صفقت العشاء مثل العشاء ما صفقت مثل العشاء صفقت قلت اتحداكم ما تصفقون كل شيء الا العشاء بس انت ما سولف انت فديتك ضارب لك داويه عيونك ثاني مره ضارب لك داويه وش معنى ضارب الكداوية؟ يعني أنت ترضاه على أخوانك ترضاه على نفسك سعد ترضاه على أخوانك سعد والله أنت يعني ما معك أنا ما معك حسن الفاضي ضارب الكداوية ما معك لا والله مرضاه عليك سعود هو معك ضارب لك سعيد ما في وادي ضارب الكداوية يعني رايح تقاتل مع حالك لا 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 بدون تصفيق يعني ضارب سعيد بنفسها لا دن اذني ما فهمت لا ذا ولا ذا ضرب لك داويه يعني مهوج يعني انت مهوج على اذنك مو معجبت صوتي سلو موشن يدو داويه مساكم الخير يدو ضرب لك وادي نسيت الله بالخير انت ضرب لك وادي الله بالخير صح الله بالخصم الله بالخصم انا شقال وشخص خدامه شغال 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 تكلم تكلم دوية يعني مهوجس سعد جد مهمانة كبيرة قريب قريب لا شوي خلي صح جد هذا قاعد بسم بالله ما يراك شيء ما يوم قاعد يسقط والله لو اني ممكن الى رد عليك رد غطات ورا بعض رد ويل امها نواف شهراني كاتل شعيبي ما في عرب اضغط والله لو اني مكره رد عليك رد اضغط ما في اضغط يعني صراحه اسقاط الموضوع ما يسكت عنه ادفين تملحق يا بدح الموضوع ما يسكت عنه يا جد لازم نعم. ترد تدري ليه تدري ليه لانك ساكت لانك تسولف ما قالوا لك عليك دوم دوم ما يسقطون لانك على نياتك وقلبك ابيض اي ولون ثوبك خايس هم بعد ترى يعطيك كيف الا على نيه نفسيه في الاجواء والله عيال ابي يصلح بينكم والله يا عيال الله حييت الرقطه متخامكم ابو سعد الله يعيننا وياك على العلم الطيب اللهم امين اللهم امين احتسب الاجر اح تدري شنو يعني يعني انا خاف اقول عاد خرب صحيح والله العظيم اني اسكت انا دامك انت متحمل انا اشوف انه من حقي انت متحمل انا ثقيل توك تدري ثقيل ثقيل قدر جعل عمرك خلاص طيب ثقيل قدر يا علي يا طيب راسك هذا من طيب راسك راسك اطيب اثقل راس خلاص من هدره من هدره والله من يوم دخلنا انا ما سكت افهمها تكفون اسكتوا خلنا نسكت ما سكت يلا يلا اسكت يلا يلا ورنا رياليتي يا جماعه ورنا بدل رياليتي يلا رياليتي اص طلعوا فيها يا شباب رياليتي اص يلا اص اي خلاص الله خوش ريالتي ابي اشوف لحد وين اخر رمى انا بشوف هذا ريحه هالي اشوف شرس انت اربع ما في ريحه هالي الله يعينك ابو سعد الله يعينك الله يعينك احتسب الاجر احتسب الاجر ريحه روح سبل المويه يعني عشان كذا عشان تغلط عليه وساكت انت تغلط عليه ليش تغلط عليه وساكت لك جدو ايه جدو تبي فزعه
حاول تحترم نفسك هاي بيبي واعرف مع من تتكلم. لا اعرف مع من تتكلم. باجي باجي. اوكي باجي باجي. اوكي تدري بيبي يعني وش؟ شوف وجهه شوف يعني ورع. جد وجد واخر شيء بيبي يعني ورع صغير. لا احنا عندنا في لغتنا تخيل جد وجد 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 وهيبه جد جد حيلكم. جد حيلكم جد حيلكم شباب جد حيلكم انتبهوا جد حيلكم يا رب يكون مع سبانيش. جد حدثنا عن حياتك سبانيش في سبانيش احلف في حلا لبذ في موهيتو في فطاير. لا انا ابي سبانيش في فطاير. والله انا مبادر اصلا. سلام شوفوا كان معه ترامس مثل ترامس في سبانيش. عندك سبانيش ها جد معجبك الوضع. اي واحد سوي مبادره ابغى انا الحضر اجيب عصير وجيب شيء مبادرات عشان الحضر مبادرات. لا عصير ما عجبك اسقطت اسقطت عليك كفي ولك خلاص ملي ما جو باقي 20 يوم عيشة وازن ومخلد عارف انه ما راح يحضر الا بتصير يوم واحد بتفتح افهمكم. مخرج ايش اسمك جبر في داك سبانيش جبر في بوكسات مدري وين الله ايه في فطاير هذه عشيه لازم ترى ما تغدي ايش تبي تساعدك يا ربع حسيت روحي ممثل انا تساعدك هذا ممثل جنت من من حق تغار تغار ها تغار الله يوفقك الله يوفقك الله يسلم حبيبي الله يوفقك اتمنى لك الخير يا افضل ممثل وش تحيه حيه يعني لا حنا هذا الحي حنا ولا سدر واعطى مشها اشترها يا ولد هذا هو في عالم الحاله خلوه يصحصح يا رجال اتركوا انتوا جد امس انتوا تشوشون مخك كذا ما يصحصح طيب شوف على الطويل داري داري كفك ما في لابس مرخش من كبز لا كيف وش انت تغنون يدك يا عضه هو معقل بمثل ناس علنا ما معقل ما معقل تقولوا ليه استنوني عيك قررت فيك او عباله لو عاد يجي الغرفه بعينك على فراشي راقد قطعت وسامك علم كيف هو اخذها علشان ما قدر ينام ما نام زين انا اعطيته حل ثاني انت ما شاء الله تبارك الرحمن ربي رازق طول واخر سريرين خلاص وخلاص وتعال بنص يعني ما في ما راح تاخذ حي اي تعال بيننا تعال بيننا وش فينا صدقني قل قل انك قل نواف صديقي حقي انت حق صح انت حق وش قال قم 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 هنا قم اسالك بالله اسالك بالله عشان جديد صح ما تحبني جديد باقي 20 يوم وين 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 والله لا الله طالب الله يستر عليك تكفى انا طالب اجلس اجلس والله انك من الحجاز غصب عنك برجع ابعد لا تروح لا تروح تكفى تكفى اجلس معنا وسوي خل 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 تكفى علمنا قصص خل خل قاعد يمشيني خل انت ليش طيب تكفى خذ بخاطر والله انقلبها ابيض والله انقلبها ابيض ولا علني افكها لك تعال والله ان قلبي ابيض والله ان على نيات وقلبها ابيض انت عارف في وجهه بس البريء وخلاص شوف 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 وجه البريء شوف لا احط كذا بس ابكي ابكي علي ابكي وجهك يسد نفسك كذا لا خله ضبط يا الله يستر عليك اجلس معنا شوي الله يحفظك ودعناك الله اجلس شوي ما سمعنا منك انقلع يا دله خذ معك عبد الله الدبي اروح يا ولد خلنا نسير دوره البيع ما تبقى بتبيع ما بعد ذريبي الحمام من اليوم احنا مغصين حجرين عليه مغصين انا اقول رجال شو ما يتكلم وش فيه كنا واحد يلا انا باقي سعد يلا الحين خلنا نروح سعد تعالوا شكله ناويين هذا هذا موت حرك على نية طيب مو يا اسد خسر والله يسعد انتوا فهمتوا الدنيا خطا احنا فاهمين حياتنا خطا انتوا بوسكم خطا هو كل شيء خطا بس انتوا الحين الرجال سكت منكم كيف هو ها مو هو هو تحط رجلك لا مو هو هو عسل يرجعها لازم ما رجعها صدق انا طالب الغناء انهم يجيبوننا
حيوانات لا لا مدرس يدرس محتوى والله يدرس انا متعمو لا يدرسكم محتوى لانكم انتم فاهمين السؤال خطا حبيبي اللي في القدر بيطلع الملاس واضحه ها اللي في القدر بيطلع الملاس خلاص صب حق للبن انت بس خلاص صدق كيف يعني واضحه واضحه اللي في القدر يطلع الملاس وش الملاس انت علي شو الملاس يعني الملاس وش يا علي بخيت ملاس وش اللي في القدر بيطلع الملاس ملاس جبنا لنا مدرستك مغراف ايه هذا مثل مدرس مدرس الاخلاق علي عطى مثل حضاري كذا كفو اللي في القدر يطلع المغراف مغراف اي اللي في القدر يطلع الشوكه الشوكه وضحت صب حق مو سبقت شوكه كيف تطلع اللي في القدر شيلها وتلف اللي في القدر تطلع القفشه لا الله يرحم والدك وش القفشه هذه القفشه القفشه اللي في القدر طلع خلونا يعني كذا يعني شوف في ناس يسمونها قفشه في ناس خاشوقه ملعقه هذه قفشه ملعقه خاشوقه معلقه معلقه غلط ملعقه في ناس يسمونها ملعقه في ناس معلقه فاهمين غلط اللهم في ناس يسمونها معلقه قايل لك مدرس لازم ياتي مدرس لازم ياتي اقسم بالله انا امتلى بطني من القهوه ما فيها اللحي لازم درس محتوى يجي يدرسني انا وعادي والله جد شو قلت انا يا سعد مو انا قلت انك اسد مو محتوى مو هو هو اسلوب اسلوب ممكن لا انا ينقص انا اعرف يعني صراحه صراحه انا ما شاء الله تبارك الرحمن محترم اخلاق ادب ذرابه كامل والكامل وجه الله فيك كل هذه بالله عليك بس بعض الناس لا اخلاق لا ادب لا احترام لا اسلوب انت صدق كلها طيب وانت اوه مياو واو وتستس انت والله تستس والله انك انت سبل انك انت تستس غلط من ايمن هذا قدر ضغط ما شدي تستس بيقول الله بيروح الجنه والله قسم بالله على نيتك ذي والله على النيه ذي يقول تست بيروح الجنه يحسب انك قدر ضغط في ذمتك لا ما قد استخدمت الايموجي الحيه الاخضر ما قد استخدمته اليوم جي ما اعرف اذا الحين هو شو اسمه اليو اليو انت ليتك تنطق انت اسكت انت اسكت قد استخدمت الايموجي الاخضر الحيه الايموجي الاخضر الحيه اللي قال تسال الحين قول له ذي وش اسمه ولا الدب اللي مسوي كذا اللي منكم فاهم يا مسنين يا زاري الحين وانت تتحادث مع شخص الايموجي اللي بالسناب دقيقه اشرح انا اللي قلتها انا اللي اشرح الحين انت في محل بعدين انت ترى صوتك عالي راسك حاول توطي صوتك لين يقول قل الحمد لله الحمد لله حمك الله حمك الله قلت تحدثت مع شخص وارسلت له الايموجي الاخضر الحيه اللي لاف على نفسه ومطلع راسها كذا سواء في واتس سناب لا اذا كان ليه حديث. الله يدخلك الجنه يعني الايموجي هذا يتكلم ها ولا صوره بس له معنى له معنى لا. فيس فيس محادثه ترى الفيسات اللي تستخدمها في المحادثات وايش معنى طيب ايش معنى ايموجي يعني مثلا واحد يقول استخدم. الله يوفقك يا سعد وهو حي يعني نيه غير عكس يعني نفس سعود وعلي يعني نفس بالضبط بالضبط علي وسعود لا العكس يعني سعود هو كل حته اي سعود هذا يحطه معنا وهذا انا قايل لك يعني قبل شوي يوم نادوا ايمن قالوا انت افضل ممثل في النسخة في بعض الناس غار في بعض الناس وش قال قال الله يوفقك الله ما يبي له وش ذا ما هقيت ان شاء الله ما هقيت سعد بس هذا تشتس كبير انا لا لا شوف وجه البراءة وجه البراءة شوف الكيوت 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 والله العظيم كيوت كيوت الكيوت خلني اكمل يدي والله ما فيها شيء انه نصها حمغ انا حاطه كذا هذا التستس ايه والله انك تستس كبير قسم بالله بعدين نحيف انت تستس نحيف تستس نحيف ولا يجيك هلا ما تشوفه ايه وش ما اشوف؟ ايه نعرف خفاياك، خفاياك دي نعرفها. كفو إيه؟ زد 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 ما أنا تستحي انا بتحرك عني هذه قوية صح؟ ها؟ قوية قوية ما تستحي وانك حية وانك الحيف نعم من ورا ولا احد اسمع وجهك وجهك خادعك، يعني معطيك براءة وانت تستس كبير ها؟ شوفوا ساعات ما في تستس اكبر منه ايه ما تجي
شيء سعود رد عليه سعود وش قال وش قال وش قال هذا والله التستس يقول لك يقول ما تستاهل وجهك يقول لك انت قرية الرابعة تدري اي شخص يقول لي ما تستاهل وجهك سوي اروح ارفع عليه قضية وادعمه بالسيارة واروح لك بيته شوف مهما صرت تستس ما راح تصير قضية اكبر من التستسين دول انا عندك راح ترى عليه قضية وانت عارف ما تروح حق ارفع عليه قضية تستس كبير دافع عنك انت تستس كوبرا انه قال لي انا ادافع عنك وقف في صفك انا وعلي اخي وتيجي تقول لنا هذا تدري نلعب نسوي ليش نلعب قزوعي تدري ليش نلعب صعب ايوه وكلنا في صفك واقفين والله انك نصاب وبقزوعي ما تستس علينا ولا تستس عليك سعود انا اللي بتستس والله ما قلنا الكلام ذا لان نحبك ونبي مصلحتك انت تستس عليه خل خل انت تستس بكره بكره يعرف قدره 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 والله ما ندافع عنك الا لمصلحتك والله ان نحبك ونعزك ونقدرك ولا نرضى لك الشينا ما يرد على الرجال يا رجال اللي في القدر يطلع الملاس انت هلم يا الملاس يا رجال اللي في القدر يطلع الملاس اللي في القدر يطلع الشوكه والسكين كلام الليل بس يمحيه النهار يا عيال في واحد تستس من طلب العلم سهر الليالي نعم يا فهموا ما فهم تستس وش لا في واحد تستس كبير فهمه يقول فهمه ولا انا مو فهمه تستس كبير وش هي انت تستس يا ابو حيا اي حيا قويه والله ما في حيا انت احد والله ما اعرف الا المجي اللي يطرش هذا والله العظيم من الله يا غالي هو الأخضر من الشوق من الشوق وانا المولع اطلع برنا علي علي والله العظيم ما ابي احصان ما ادري ايش كل ما اسرح متوتر ثاني هضام ومخلص القهوه يا ولد واضحه مثل وضوح الشمس الجنتل لو اجلس هنا سبع سنوات ما اخذت وش ابراهيم هذه قهوه انا علي دي قهوه حبر ولا الثاني تخيل علي الثاني وين الثاني؟ الثاني التستس الكبير ذاك هناك ايه هلولي الله يرب عشان بوف والله العظيم كلنا يا رجل لو سالف عليك ابو رباح يوم الايام انت اثنين قال الرابع ما فهم وش نقول خلاص سابنا 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 واجي ذاك قلت مجلس واجي وعيد اثنين قال الرابع ايه ولا يهم يحسبونهم على سنع الله فوق سوي اخبر الله بكل شيء على شحم المهم ولا يهم تستس لا عرفت تستس صغير ذا عرفته تسلم لا الله دب تستس دب السلام عليك تستس جديد لا تيونا قول جزاكم الله بالخير يتناقزون ادريهم يتناقزون بعيد احنا نسوي يتناقزون فينا ضقنا وتعاونا منهم انا ويا اخوي اللي معي وهم يسولفون اهل مقصدهم بعيد احنا نحسب المقصد بينا بس تستس وننحشر ونزعل عليهم ما درينا وش السالفه قوم المجلس ونسحب اوكي قلت مشان نركب ونحرك يوم جاء أعوذ بالله منك المهم ويوم صار أنا أخوي العكس جاء أقوه بكم يوم إلا يعلمنا على المحل فأنتوا كنكم رحتوا خطركم شيء كنوا والله عندك رب لأنني ينجي أنت نغزل نحسون يحكم فينا دح كاري جاء مني بشغل سبكر والحواتم غانمة وقلوبهم بيض والطاف بس إنهم قلوا الواضح أنا غزون دائما أقدهم في إنجليز والناس يحسبونهم يحكون فيهم. أنت. نعود عليهم ترى راح نوياهم. العبرة إنك لا تأخذ الكلام اللي دائما تني غاز حوالك تستس. فيك. تستس ولا تسبنا فيك هو كلامهم بعيد مفصول. أنا الثعبان. سميك ثعبان.